إلى أرض الوطن عاد المواطن الكويتي فالح العازمي عاقب إفراج السلطات الإيرانية عنه مساء أمس الاثنين، وذلك بعد أن احتجز هناك منذ شهر سبتمبر الماضي على خلفية دخوله منطقة عسكرية على الحدود الإيرانية التركية بطريق الخطأ. وكانت سفارة دولة الكويت في طهران قد تسلمت الرحال العازمي بعد تواصل وزارة الخارجية مع السلطات الإيرانية من خلال سفارتها في طهران. اشكركم اشكركم، لان الكلام والله ما اقدر اعبر. الحمد لله الامور كلها طيبه، الحمد لله عدت على خير، الحمد لله على كل حال. الحمد لله ما قصرت الحكومه جزاها الله خير، ولا سفارتنا بالخارج قدروا منهم يواصلون بجهودهم انه يخرج، والحمد لله هذه من افرح المناسبات، مستانسين ولله الحمد، والشكر لله قبل كل شيء، وثم لحكومتنا ما قصروا جزاهم الله خير.